على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين خلال اليوم هو الفاتح من شوال في عام 1445 وبمناسبة عيد الفطر وهو يوم الزائدة بعد الصيام من شهر رمضان المبارك الكريم. بهذه المناسبة السعيدة أصالت عن نفسي ونيابة عن أسرتي والشرفاء أبناء أبي السباع الشرفاء السباعيين الأدارسة أتقدم بأحر التهاني والتبريك لجميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا جميع المؤمنين والمؤمنات وجميع المسلمين والمسلمات، وأتمنى لهم التوفيق بإذن الخالق عز وجل من مدينة فاس وبالضبط بمصلى بن دباب في هذه المدينة العتيقة. فهنيئا للجميع وأتمنى أن يتقبل الله لنا ولكم الصيام والقيام والصلوات وشوكركم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع تحية محمد بن خالد إسماعيل الإدريسي من مدينة فاس.